ازيكم؟ عاملين ايه؟ في حلقات كنا صورناها قبل كده لبسكوتات وشوكولاتات من شركات مش مصرية، شركات مستوردة، في منها التركي وفي منها الايطالي، كانت مقدمة مستوى وليفل عالي قوي في الكواليتي وفي الطعم. والشركات دي انا لقيت لها شوية بسكوتات وشوكولاتات جديدة، قلت اجيبهم كلهم واجمعهم في حلقة واحدة ونشوف هل هيقدموا نفس المستوى من الكواليتي والطعم ولا لا. والبسكوتات اللي معانا النهارده او المنتجات اللي معانا النهارده يعتبر من 3 شركات. معانا نوعين بسكوت من مايسترو ماسيمو، لو فاكرينه اللي كنا جربنا الكب كيكس بتاعته والدوناتس كانت حلوه جدا، ومعانا منتج من الكيتكات كيتكات بوبس، ومعانا 3 بسكوتات او بسكوتين وشوكولاته من تركو اللي احنا لسه عاملين الحلقه اللي فاتت الويفر بتاعها. فزي ما قلت لكم حلقتنا النهارده فيها 6 منتجات، والثلاث شركات سواء مايسترو ماسيمو سواء كيتكات سواء تركو منتجاتهم اللي جربناها قبل كده حلوه جدا. فعايزين نشوف بقى المنتجات الجديده بتاعتهم دي هتقدم لنا نفس الكواليتي والطعم زي ما قلنا ولا لا. هنسيبهم بقى على جنب ونبدا فيهم من الصغير للكبير، يلا بينا. واول منتج معانا هو هذه البسكوتة الصغيرة من مايسترو ماسيمو، ده شكلها كده، ودي ببساطة عبارة عن طبقتين بسكوت محشي ما بينهم طبقة شوكولاتة ومتغطيين بالشوكولاتة، والشوكولاتة شوكولاتة بندق. فتمام، هنفتح كده ونبص عليه من جوه. تمام، هو ده شكلها كده، مايسترو ماسيمو، شكلها حلو بصراحة، ريحة الشوكولاتة حلوة. فممكن بقى نفتحها نبص عليها الأول. اوكي، هي الشوكولاته او البسكوت اللي متغطي بالشوكولاته يعتبر بسكوت ويفر مش بسكوت. بسكوت ده شكله كده زي ما انتم شايفين، محشي بالشوكولاته، يعني هي خفيفه مش ناشفه. فهندوق بقى ونقول بسم الله. طيب بصوا، هو اول نوع بسكوت معانا من مايسترو ماسيمو ده، البسكوته هنا ببساطه خفيفه مقرمشه، الشوكولاته اللي محشيه جواها واللي متغطيه بيها طعمها حلو، طعم البندق واضح. هي ببساطه مقدمه تجربه لطيفه وخفيفه وحلوه. فببساطه كده لو ادناها تقييم هنديها 9/10، وللعلم دي سعرها حوالي 6.5 جنيه. وبس كده هنسيبها بقى ونخش في النوع اللي بعده. وتاني نوع شوكولاته معانا او بسكوت معانا هي من مايسترو ماسيمو برضو، هي نفس الشكل بالظبط اللي فات، بس دي بالوايت شوكليت، ده شكلها، بس دي محشيه شوكولاته عاديه من جوه ومتغطيه بالوايت شوكليت. فتمام اوكي، هنفتحها كده نبص عليها برضو. ده شكلها من جوه كده زي ما انتم شايفين، مايسترو ماسيمو شكلها لطيف. هنفتحها كده من جوه ونبص عليها، ده شكلها كده من جوه، متغطيه بوايت شوكليت من بره ومحشيه شوكولاته عاديه من جوه. فتمام، هندوقها كده بقى ونقول بسم الله. طيب بصوا، تاني نوع معانا من مايسترو ماسيمو، مبدئيا كده الطعم حلو جدا، بس الاختلاف ما بين دي وما بين اللي قبلها اللي بالشوكولاته العاديه ان هنا الوايت شوكليت طعمها واحساسها دسم اكتر، بتحس بدسامه الشوكولاته اكتر من الشوكولاته العاديه في الوايت شوكليت هنا. انما كويفر برضه الويفر هش وخفيف، والبسكوته خفيفه اللي متقلها شويه في الاكل او مديها دسامه هي زي ما قلت الوايت شوكليت. بس في العموم الطعم حلو جدا، ولو اديناها تقييم برضه هنديها 9/10، والسعر برضه هو نفس السعر اللي قبلها حوالي 6.5 جنيه. فهنسيبها بقى ونشوف اللي بعدها. وتالت نوع بسكوت معانا هو ويفر من تركو، بس ويفر بالشوكولاته، ده شكله كده، ده ببساطه عباره عن طبقتين بسكوت ما بينهم طبقه شوكولاته ومتغطيين بالشوكولاته، وبرده الشوكولاته بالبندق. فنفتحه كده ونبص عليه. تمام، هو ده شكله كده، شكل البسكوت من جوه. نفتحه برده ونبص على الحشو. ان شاء الله الحشو هنا متكلف قوي. بصوا شايفين الحشو، الحشو هنا كبير، يعني هو عبارة برضو عن طبقتين ويفر ما بينهم طبقة كبيرة من الشوكولاتة غالبا جواها قطع بندق. يعني الفكرة ان شكلها حلو قوي وريحتها حلوة قوي. هندقها طيب ونقول بسم الله. طيب بصوا، هو اقل ما يقال عن البسكوت ده من تركو ان هو روعه بصراحه. البسكوت هنا هش جدا، طبقه الويفر اللي جوه تحس ان هما طبقتين ويفر خفاف وهشين بينهم طبقه شوكولاته عايمه في الهواء كده وجواها قطع بندق صغيره. فانت لما بتيجي تقطم هي مفيش حاجه، تحس ان طبقتين الويفر بينهم هواء، خفيفه جدا، والشوكولاته اللي محشيه جوه الويفر طعمها كريمي كده وخفيفه برده جدا. فحلوه جدا بصراحه، ولو ادينا البسكوت ده من طرق تقييم هنديله 9.5/10، وللعلم برده ده سعره 6 جنيه. وهنسيبه ونخش في النوع اللي بعده، يلا بينا يا عم سامي. انت مستريح كده؟ ورابع منتج معانا النهارده هو بسكوت محشي بالشوكولاته شبه الاوريو كده من طرق برده، ده شكله.
زي ما قلت لكم ده عباره عن بسكوت، هو اسمه تام، كاتبين تام بسكوت ساندوتش بالقمح والشوفان بكريمه الكاكاو، يعني هو بسكوت بالقمح والشوفان بكريمه الكاكاو ومحشي كريمه كاكاو من جوه. فتمام ماشي نام براحتك. فهنفتحه كده من جوه ونبص عليه. اوكي ده شكله كده من جوه، ده شكل البسكوته سمكها يعني هي سميكه شويه، فممكن بقى ندقها كده ونقول بسم الله. طيب بصوا، هو البسكوت اللي اسمه تام ده من تركو هنا، انا كنت في الاول اول ما مسكته قلت لكم ان هو سميك شويه، بس هو هش جدا وخفيف جدا، يعني قوام البسكوت اصلا تحسوه عامل زي الغريبه كده، يعني بيتقطم معاك بسهوله جدا وانت بتاكله خفيف، وحتى الشوكولاته المحشيه ما بين طبقتين البسكوت تحس انها برضو شوكولاته كريمي كده وخفيفه وحلوه. البسكوت بشكل عام طعمه حلو وقوامه حلو وخفيف، بس مش مقدم تجربه واو زي بسكوته مثلا الويفر اللي قبله. فعموما لو ادينا بسكوت تام ده من تركو تقييم هنديله 8 من 10، وهنسيبه ونخش في النوع اللي بعده. وللعلم بسكوت تام ده من تركو سعره 8.5 جنيه. وخامس منتج معانا النهارده هو شوكولاته من تركو برضه، ده شكلها كده، دي شوكولاته بيور بقى من تركو اسمها ليندو. الشوكولاته وزنها 80 جرام وسعرها 15 جنيه. هنفتحها كده ونبص عليها. هي حجمها كبير من جوه ودماغهم عاليه وعاملين رسمه ورد عليها، ده شكلها كده، وده سمك الشوكولاته برضو، يعني حجمها كبير بصراحه. فاحنا هناخد جزء منها كده ندوق، هندوق كده ونقول بسم الله. طيب بصوا، هي شوكولاته ليندو من تركو دي المحشيه بكريمه البندق، طعمها حلو يعني طعمها شوكولاته بس مش واو، يعني شوكولاته عاديه، وطعم كريمه البندق زي ما قلت مش ظاهر قوي، هو تايه وسط الشوكولاته. في العموم شوكولاته لطيفه تتاكل بس شوكولاته عاديه. فعموما لو ادينا تقييم هنديها 7 من 10، وهنسيبها ونخش في الكتكات. واخر منتج معانا في الحلقه النهارده، والمنتج بقى ايه المميز والجديد محمس بالنسبه لي، هو كتكات اسمه كتكات بوبس، ده شكله كده الكيس اللطيف ده. ده بصراحة أول ما شفته شدني قوي، يعني أنا أصلا بحب الكتكات، بس كتكات بوبس بقى يعني هي غالبا نفس فكرة الكتكات بس في كور صغنططة، فاحنا تمام هنفتح ونبص. وده شكله من جوه، هي الكور اللطيفة دي، هو مليان بصراحة، يعني هو وزنه حتى تقيل، الوزن عندنا هنا كام؟ 100 جرام، وزن الكيس ده 100 جرام، هو سعره عموما 35 جنيه قبل ما نبدأ ناكل عشان ما ننساش. زي ما قلت ده شكل كورة الكتكات كده من جوه، فممكن نفتحها من النص كده نبص عليها، يعني هو مفيش حاجة واضحة قوي تتشاف، يعني هي في ويفر وفي شوكولاتة، ثم عايمين في بعض كده، هندوق على طول بقى ونقول بسم الله. طيب بصوا، موضوع الكتكات بوبس هنا ببساطه هو نفس طعم الكتكات الحلو اللي احنا عارفينه وبنحبه، بس هو مبسط لك الموضوع هنا وعاملها لك على شكل كور صغيره اخفف الاكل، مفيش حاجه جديده متقدمه غير الشكل والفكره، انما الطعم هو هو نفس طعم الكتكات، بس زي ما قلت هي الفكره كلها في الشكل الجديد اللي هو فكره انها كور صغيره بدل ما هي صوابع بسكوت كتكات. كان نفسي يكون في افتكاسه شويه بس اللي حصل خلاص. فعموما لو ادينا كتكات بوبس ده تقييم هنديله 8 من 10، وهنسيبه او مش هنسيبه، احنا كده خلصنا خلاص كل المنتجات اللي معانا النهارده. الحاجات كلها حلوه بصراحه، بس لو قلنا التوب في الحلقه فالتوب معانا هو الويفر بتاع تركو اللي بكريمه البندق او بشوكولاته البندق، ده احسن حاجه انا اكلتها النهارده. فدي كانت كل حاجه معانا النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اكيد لايك شير سبسكرايب، واشوفكم على خير في الحلقات الجايه، وكان معاكم اسلام وسلام.